اوكي نكمل. كنا بنقول ال comparative بنزود لها ER وبعدين then، فبالتالي لقيت في ال sentence بتاعتي أو في الاختيارات بعد النقط كلمة then، يبقى أختار ال adjective اللي آخرها ER أو IER، لكن ال superlative هلاقي قبل النقط كلمة the وآخر ال adjective EST، فتبقى مثلا the cheapest, the largest, the oldest. لو عندي بقى ال adjective طويلة long adjective two or more syllables، بحط قبلها في المقارنة more than like more expensive than أو the most expensive، أحط بدل ال EST most وبدل ال ER more. وعندنا irregular adjectives مش بيتبعوا بقى القاعدة ولا دي ولا دي، دول مهمين عشان ما تتلخبطوش بينهم. good بتبقى في المقارنة better، في ال better than وفي التفضيل the best، well تبقى better than برضو و the best، bad في ال comparative، worse than في ال superlative the worst، little بتبقى في المقارنة less than في التفضيل the least اللي هي الأقل وأقل من، much و many الاتنين more than أو the most، late later أو latest، far farther بالA أو باليو الاتنين صح، أو farthest برضو بالA أو باليو. حد عنده أي سؤال في ال comparative وال superlative؟ لا يا مستر، شكرا. طيب تعالوا لا بقى يا نروح مستر، نحل، ولو في حاجة وقفت قصادنا نشرحها. ده امتحان السنة اللي فاتت. نرفع ايدينا مش يس. Number one, some doctors think that is A, the best medicine. طيب روداينا. Some doctors think that love is the best medicine. Excellent. Laugh is the best medicine. اللي هو الابتسامة أو الضحكة is the best medicine. Great. Number two, خالد. He allowed to park here. هو اللي سمح ولا هو اللي اتسمح له؟ لا ثاني، هو سمح لي اقول له he isn't allowed to park يس here. تمام اكسلنت. نفتكر مع بعض الجزء ده، احنا عندنا كان مع allow let، فlet هي الاكتيف، allow هي الباسيف. يعني اقول مثلا my father my father allowed sorry let me stay up late، سمح لي ان انا افضل صاحي لوقت متأخر. اوكي ده هنا السبجكت معلوم active، عكسها سوري انا كتبتها ايه بالايه yes let's me. لكن لو السبجكت بقى مش معروف اوكي فهتبقى I am، هنا بقى هتبقى passive I am allowed to stay up late. اتسمح لي أفضل صاحي لوقت متأخر، مش أنا اللي سمحت لنفسي، هو حد سمح لي بس هو معروف مين، فعشان كده الجملة التانية passive الجملة الأولانية active. أوكي I am allowed to يعني أنا اللي مفعول، أنا اللي مسموح لي، لكن اللي فوق my father lets me، بابا هو اللي سمح لي. أوكي خلوا بالكم من الفرق بين الاتنين، وطبعا allowed لازم يجي معاها
الاوبجكت الاول المفعول، وبعدين verb to be، وبعدين الفيرب الاساسي اللي هو allow، بيجي البي بي بتاعه التصريف الثالث اللي هو allowed، وبعدين to، وبعدين الانفينيتيف. زي ما احنا شايفين he isn't allowed to park here، هو مش مسموح له يركن هنا، هو ده هنا مش السبجكت، ده الاوبجكت. اوكي، واضحة النقطة دي ولا متلخبطين فيها؟ واضحة واضحة. واضحة طيب يعني. تمام، اكسلنت. طيب نكمل، يلا زيزو نمبر 3. زيزو If المايك مقفول. تمام. he me, I will invite him to the I will invite him to the party. If he helps me. تمام، دي first condition بتاعت if. if دي الأداة. الجزء اللي بعدها if close، ده الشرط بتاعها بيجي في ال present simple، وبعدين الجزء التاني اللي هو النتيجة ال result بيجي في ال future will. تمام، excellent. أحمد number 4. أحمد عبد الله. I can do work in my office now. It's difficult. I can't do work in my office now as it is. أحمد معلش تاني، ما سمعتكش، الصوت بعيد. ميسي يا ميس. Yes, excellent. ميسي، فوضى، مش عارف أشتغل. طبعا tidy و clean ما ينفعوش الاتنين، لأن الاتنين أساسا زي بعض، فما ينفعوش الاتنين. تمام. عمر نمبر 5. Okay, miss. لا 1 minute عشان شاف الفايل راح فين. اوكي 1 minute. ايه عمر نمبر 5. The victory of 1000 أو 19، ايوه 1973، كل رقمين مع بعض. is a great in the history of Egypt is a great event. Yes, is a great event، حدث كبير طبعا، مش accident، مش حادثة، ومش incident، و happening طبعا دي مش noun أساسا. great. اوكي نمبر 6 لما تظهر هنا. يلا هانا نمبر 6. Yes, if you want a dress and don't have enough money, you can find. Rent? رنت يعني أجر. You can borrow one. Yes, that's right. You can borrow، ممكن تستلف أو تستعير. عكسها lend. lend هو الشخص اللي بيسلف، ف borrow. تمام، excellent. حدش تاني عايز يجاوب؟ عشان هعيد، يعني أنا شايفاكو. لا اتس اوكي، انا شايفه اللي رافعين ايديهم، هعيد. انا بتكلم عن الناس اللي مش رافعه ايديها. طيب جانا نمبر 7. When it was dark, I used to see what's around me. I used what
Rope. Rope يعني حبل. Yeah, number C. Yes, torch. بطارية. تمام, excellent. يبقى dark استخدم torch. حد تاني من اللي مش رافعين ايديهم عايز يجاوب؟ نمبر 8 صح؟ اه يس نمبر 8. طيب طيب احمد مصطفى جريت, برافو الناس اللي بتشارك. نمبر 8 يا احمد. هو انا نسيت اغير اسمي بس جانا. That's okay, what's your name? جانا جانا, اوكي يا نمبر 8. دكتور بيبول هو ار انجوي. لا مش enjoy, ايش enjoy يعني بيستمتع. حاولوا تقروا يعني, حاولوا تركزوا ان انتوا تقروا الاختيارات كلها كده على بعض, حتى لو اول واحدة هي اللي صح, بس معلش اقروهم يعني. يمكن ميك examine, examine يعني يفحص المريض, يبقى doctors examine people who are ill, يفحص المريض. راجعوا الفوكابلوري كويس عشان معظم الامتحان هتلاقوه فوكابلوري على فكرة. يلا نعيد تاني. رودينا نمبر 9. Okay, teacher. Rich people can stay in hotels. Can stay in trouble. لا terrible يعني الهوتيلز دي وحشة قوي. Not fair. احنا عايزين نقول ايه؟ luxury اللي هي فخمة, الناس الأغنياء بيقعدوا في هوتيلز luxury فخمة. تمام, راجعوا الفوكابلوري. دوري يلا صح؟ زيزو, دوري بعد انا مين بيتكلم؟ انا خالد انا دوري بعد رودين. لا بصوا انا مش ماشيه بالدور عشان احنا اوريدي كتير, فانا اوريدي هنادي فتقلقوش كلكم هتحلوا. يلا زيزو نمبر 10. Annie has been a teacher for 14 years. تمام, for, وهنا ده present perfect عشان عندنا has been, has والتصريف الثالث, فهتاخد for. تمام, excellent. خالد نمبر 11 أول ما تظهر. تمام. He can't stand looking about the kitchen. لا مش looking about. He can't stand يعني مش بيطيق, ما يطقش. The kitchen and looking at the kitchen. تمام, looking at, yes that's right, looking at. أحمد عبد الله نمبر 12. The teacher, I don't usually like reading, but worry. I don't usually like reading, but I worry. At present ده ال keyword بتاعت ايه؟ present continuous. At present يعني في الوقت الحالي, فتبقى ايه؟
I'm reading. Yes, excellent. I'm reading. هو بيقول أنا عادة مش بحب القراية بس دلوقتي أنا بقرأ a really good book. تمام. عمر 13. Okay. Means using things again and again. Recycling. Yes, تمام. Recycling. إن أنا بعيد استخدام الحاجة كذا مرة. That's right. Excellent. أنا علمت على اللي فوق. Okay. Recycling. Excellent. Hannah 14. Yes. I read that women. I read that women are different than men. And then. Better. Yes, excellent. ده هنا مقارنة better diverse than men. Excellent. آخر سؤال. رنا مصطفى number 15. طيب جانا اللي مش كاتبة اسمها تاني. أنا أنا قلت جانا مصطفى فحد رد عليا في الشات. أوكي تمام جانا مصطفى. قولي بقى الجانا التانية. old ما old women. أنا اللي أقول يا لالا. جانا مصطفى. يس old woman where to seem young. Old women اللي هي السيدات الكبار سنا. Where a to seem young. أحلى نايمز مش عارفة أنا. مين عارف؟ أنا مش عارف. هتبقى ويجز. ويجز. Yes, wigs. بيلبسوا باروكة عشان يبقوا أكبر سنا لأن شعرهم بيبقى أبيض already يعني. Okay guys, we finished. أنا كنت مبسوطة إن أنا معاكم كلكم النهاردة. ولو في أي سؤال عايزين تبعتوه لي بعتوه لتيتشر أمنية وهي هتوصله وهتوصله لي. لو أنتوا بتذاكروا لقيتوا أي حاجة محتاجين تسألوا عليها أنا معاكم طول اليوم. ابعتوا مش تيتشر أمنية وهتبعت لي. Yes. انت حضرتك لسه بتدي جريد 7 في الأكاديمية؟ يا حبيبي الجزء الصباحي بديهم بديهم الجروب الصباحي مع عمر ونوران وروجينا واحمد في الجروب الصباحي. طبعا عمر ونوران وكان انتوا معايا على الجروب اساسا. لو محتاجين تسالوا على حاجه بعتولي على طول. لو انتوا بتحلوا لقيتوا حاجه واقفه قدامكم بعتولي. والباقي تيتشر امنيه متوصلكم بيا على طول. اوكي تمام جود باي. تمام خلوا بالكم كويس راجعوا الفوكابلوري وانتوا هايلين. انا كنت مبسوطة جدا انا معاكم النهاردة. ربنا معاكم. جود باي. 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 باي.